الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا رابع أئمة المسلمين الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليه السلام، حيث يصادف كمثل يوم غد، يوم 25 من شهر المحرم، ذكرى استشهاد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي الكرام، تعرفون جميعا أن الإمام السجاد هو الذي البقية الباقية من قضية كربلاء، وبعناية الإلهية حفظ الله سبحانه وتعالى الإمام علي بن الحسين السجاد من معركة وتصفية مؤكدة في كربلاء، ولكن عناية الله كانت أكبر، وبقي الإمام السجاد ليستلم الإمامة بعد استشهاد أبيه الإمام الحسين ابن علي عليهم السلام. استمرت إمامة الإمام السجاد تقريبا 35 سنة عاش الإمام السجاد بعد قضية كربلاء، ولكن أود في مثل هذه الدقائق أن أشير إلى بعض الأمور المهمة التي يمكن أن نلتفت إلى ما قام به الإمام السجاد بشكل دقيق. تعرفون، رجل على حال منكوب بأهل بيته وأولاد عمومته وإخوته وكل من كان على حال ينتسب إلى بيت علي وفاطمة ذبحوا وقتلوا مع أصحابهم في كربلاء. الإمام السجاد صاحب القضية الأولى إنصافا، وصاحب القضية الأولى تعرفون هو صاحب الثأر الأول، ولكن طوال السنين المتمادية التي عاشها الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه لم يعلن ثورة، ولم يخرج بحركة عسكرية أو بتمرد على حال معين، وإنما الإمام السجاد كما ورد في كتب التاريخ لم يحاول أن يوجه الناس إلى بعض الحركات التي صارت في أوساط الشيعة. وتعرفون إخواني الكرام أن هناك حركات وثورات وانتفاضات حصلت بعد قضية كربلاء، انتفاضات على حال عديدة، انتفاضة التوابين اللي في الواقع راح فيها كثير من المؤمنين اللي هم خرجوا للثأر لدم سيد الشهداء، وثورات أخرى وحركات أخرى. الإمام السجاد نأى بنفسه عن الدخول في هكذا حركات قد وجد الإمام السجاد أنها غير مؤثرة تأثيرا كبيرا، وقد تزعزع وضع الطائفة ووضع محبي أهل البيت وشيعة أهل البيت. وهذا درس مهم إخواني، هذا درس مهم، أنه نحن في كل مراحل حياتنا لابد أن لا نقوم بعمل تمرد أو عمل ثوري أو عمل عسكري إلا بتوجيه من المعصوم صلوات الله عليه. المعصوم هو اللي يعرف مداخل ومخارج الأوضاع والظروف المحيطة، مصالح الأمة، مصالح الطائفة،
الإمام المعصوم إذا هو ما يوجهنا وإذا هو ما يدعمنا وإذا هو ما على حال يعطينا توجيه في هذا المجال، ما مفروض إحنا نسوي عمل اللي يهدد الطائفة ويهدد المجتمع. وتدرون أن جبابرة العصر في زمن معاوية في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس وفي كل زمان، الآن في كل زمان، أنا ما أريد أدخل في التفاصيل وإلا هواية تفاصيل واضحة في بالي، يعني دول الآن دول صارت فيها حركات مطالبة بالتغيير، مطالبة على حال بالحريات، ولكن قمعت قمعا شديدا وتضرر الناس كثير لأن كانت الحركة غير مدروسة أو حركة غير على حال مقوم بتقويم جديد أو عفوا صحيح. ورفع الشعارات بشكل أو بآخر قد يهدد الأمن العام، يهدد الوضع العام. فالإمام السجاد أعطانا درس مهم، أنه ليس كل من أراد أن يخرج وليس كل من أراد أن يطالب بشيء أو على أي حال يمرر إراداته بشكل أو بآخر أن يكون موقفه صحيحا ومؤيدا. أنا ما أريد أشير إلى كثير من الحركات الثورية، اللي يريد يعني واقعا اللي يحب أن يطالع، طالعوا كتاب اسمه الانتفاضات الشيعية، الانتفاضات الشيعية، شوفوه واي كتاب جميل. وأكو كتاب مقاتل الطالبيين، مقاتل الطالبيين، هم شوفوا حركات وثورات وانتفاضات وعمل ثوري وعسكري حصل بعد قضية كربلاء، ولكن كثير منها ما كانت موجهة وليست مؤيدة من قبل الإمام السجاد صلوات الله عليه. وهذا يعني إحنا ما إن صلاحية أن نقوم بعمل يهدد الأمن العام، يهدد نفوس الناس بدون توجيه من الجهة الشرعية، سواء كان إمام المعصوم في زمن حضوره أو من المرجعية الدينية العليا في زمن الغيبة. نحن لابد أن نأخذ الشرعية من مرجعيتنا. المرجعية شو تقول؟ إحنا بخدمتها، الآن نجلس ننتفض، نقاوم المحتل أو نقاتل العدو. هذا بعد هي المرجعية، تعرف مداخل ومخارج الأوضاع ومصالح الأمة بشكل أكثر من أن أراه أنا أو أنت أو شخص آخر. هذا الدرس المهم اللي يمكن أن نستفيده من حياة الإمام السجاد. الدرس الثاني اللي في واقع الحال الإمام السجاد أعطانا إياه بشكل واضح، وهو أنه اهتم، رجاء هذه التفتوا إلها القضية وهي أساسية في حياتنا، اهتم الإمام السجاد أيما اهتمام وتركيز في بناء الإنسان. بناء الإنسان إخواني أهم من بناء الأوطان، بناء الإنسان أهم من بناء جسور وعمارات وطرق. نعم تلك مهمة، بناء الطرق والجسور والعمارات والمرافق العامة، هذه مظاهر حضارية مهمة، ولكن بناء الإنسان أهم منها. أنا ما أجي أبني طرق وجسور والإنسان في تيه وفي ضياع ويفتقد مقومات الحياة، الصحة والتعليم، هذا ليس صحيحا. الإمام السجاد أعطى أولوية مهمة لبناء الإنسان، وشاف أن الإنسان في خطر. الإنسان الواعي، الإنسان المنتمي، الإنسان الموالي، هذا الإنسان إذا صارت هناك اهتزازات في فكرة، اهتزازات في سلوكياته، صار هناك نوع من التراجع في ولائياته بشكل صحيح، هنا لابد أن نهتم في صناعة الإنسان المتدين على السياق الصحيح. من المهام التي قام بها الإمام السجاد في أيام إمامته الكريمة والطويلة، هو أنه كان يشتري العبيد،
يشتري العبيد ويربيهم ويعلمهم ويوجههم وبعد ذلك يحررهم. وعندنا كم واقعا كم كبير من المحدثين ومن الكبار ومن العلماء في تاريخ الإسلام هم نتاج عمل الإمام السجاد في زمن إمامته، وهم أكثرهم كانوا من العبيد، من العبيد اللي كانوا يشتروهم ويبيعوهم. أخواني، الآن بناء الإنسان أهم. الآن إحنا بعد سقوط النظام إلى الآن نشوف ما عندنا فرد جيل يمكن أن يعتمد عليه في بناء المجتمع، في إدارة المؤسسات، في توجيه المؤسسات على حال التعليمية، في صناعة الكوادر المديرة. مشكلتنا أنه انشغل كثير من المعنيين بالأمر البلد والسياسيين انشغلوا بأمور أخرى تافهة، البحث عن المناصب، بحث عن على حال الوزارات، بحث عن الحصص، وتركوا بناء الكادر الجيد اللي يمكن أن يعول عليه في بناء المجتمع. وهذه في الواقع فرصة ضاعت. والآن شفتوا أنتوا أنه غالبية اللي الآن متذمرين ومتأذين من الوضع هم شباب عمرهم 20 سنة، 22 سنة، 23 سنة. دول في أيام سقوط النظام كان عمره 3 سنوات، 4 سنوات، طفل، والآن صار شاب، بس ما حصل على فرصة تعليم، فرصة تربية، فرصة تدريب، فرصة بناء طاقة وفرصة عمل. فصار هناك في الواقع صاروا هؤلاء بمثابة الوقود اللي يمكن أن يشعل الوضع العام. فبناء الإنسان مهم جدا، والإمام السجاد قام بهذا بشكل جيد. الأمر الثالث اللي الإمام السجاد أولى إليه اهتماما كبيرا، وهو أنه ترك لنا تراثا روحيا، روحيا معنويا، في واقع الحال ممنهجا في ربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. تشوفوا الصحيفة السجادية الذي يسمى بزبور آل محمد صلى الله عليه وآله، مجموعة أدعية ومناجات ومجموعة أدعية ممنهجة، مناجات التائبين، شي يقول التائب، مناجات المريدين اللي يريد شي يقول، مناجات الزاهدين اللي زاهد شي يتكلم، مناجات الخاشعين، مناجات الشاكرين، مناجات هذه في الواقع المناجات المختلفة، أدعية الأيام. أدعية الأيام أدعية عجيبة، فيها معارف مهمة تصب في صناعة الإنسان الرباني، الإنسان الروحاني، الإنسان القريب إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام السجاد أعطانا تراث مهم في أننا كيف نتكلم مع الله، في أننا ما هي الأولويات التي لا بد أن نهتم بها في إيجادها في شخصيتنا. أجمع المال لو أجمع العلم، أتباهى بكثرة الأولاد أو أتباهى بتربية الأولاد، أنه كيف أتطلع إلى الحياة، هل أتطلع إلى الحياة بالأموال أو بالأخلاق. هذه شوفوا الآن دعاء مكارم الأخلاق صافا مخزون علمي كبير في مكارم الأخلاق، شون الإمام يتكلم مع ربه في مسائل أخلاقية. فترك لنا الإمام السجاد فد منظومة معرفية عظيمة ممنهجة بشكل جيد في ربط الإنسان بالله، في ربط الإنسان بالغيب، بعيد عن الصوفية، بعيد عن الرهبانية، بعيد عن علي حال الحالات المنحرفة. لا، يعلمنا شلون نتكلم مع الله، يعلمنا شلون نناجي رب العالمين، يعلمنا شلون نلتفت إلى نواقص شخصيتنا، يعلمنا شلون نطلب من الله أن يكمل النواقص المهمة في شخصيتنا. هذه من الإنجازات المهمة للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، مثل يوم أمس كان هناك ذكرى لهدم أو تفجير العسكريين روحي فداهما، وكان حدثا عظيما، حدث في بداية السقوط النظام من قبل التكفيريين، القاعدة وغير القاعدة،
ونحن نستذكر هذه الحادثة الأليمة، والحمد لله رب العالمين هاي الحادثة وإن كانت هي ضرر كبير على الطائفة أنه مرقد أئمتهم ينفجر بهذا الشكل ومرتين ينفجر، ولكن كان هذا الانفجار مدعاة وسبب لتلاحم الطائفة حول مرجعيتها، تلاحم الطائفة حول نفسها، والتركيز على العمل في بناء هذا الصرح العظيم، والعمل في الحماية والوقاية الداخلية، ورب ضارة نافعة. انصافا الإنسان لابد أن الأمور اللي تحصل على حال يرفع هذا الشعار أنه رب ضارة نافعة، قد تكون أضرار ولكن إن شاء الله منافع إذا استفدنا من هذه الفرص ونحيي مراقدنا وعتباتنا ونجعلها مراكز علمية، مراكز معرفية لتربية جيل جديد، لتحفيظ القرآن، لبناء شريحة من الفتاة المتدينات أو الفتيات المتدينات اللي يعتنين بالحجاب والعفة والحياء والثقافة. هذه العتبات ما عادت، أنا خل أقولها بصراحة، لم تعد العتبات المقدسة دار عبادة فقط، العتبات المقدسة أصبحت دار عبادة ودار تربية ودار إغاثة. إغاثة شفتوا أنتم في أيام كورونا وإلى يومكم هذا، إغاثة، إغاثة الملهوفين والعوائل المتعففة، دار للرعاية، رعاية الأمور الصحية، مستشفيات وعمل جبار. عتباتنا صارت مركز استلهام لكل ما تعنيه الحياة من معنى، كل جوانب الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه العتبات في المزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا التوفيق في أن نستلهم من إمامنا وسيدنا الإمام السجاد روحي فداه الروح العبادية والروحانية التي نقترب إلى الله أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. نعم، عندي متصل، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عندي استفسار حول الورث. أنا أمي توفت وتركت بعض المال وقالت تطلع ما عندها جزء معين مقدارها هالقد توزعه لإخوانك وأخواتك الورثة اللي هم أكبر مني، والباقي إلي أنا. في وصيتها لو أوزعك كله. شكرا ورحمة الله وبركاته. صوت الأخ ما كان واضح بشكل جيد، ولكن أنا فهمت سؤاله. الأخ يقول أنه مسألة إرث، أوصى الإنسان قبل أن يموت أوصى أنه جزء من أمواله، جزء من ممتلكاته تعطى للبنات والأولاد، وجزء أو كذا إلى الموصى له، أو يقول أنه قال لك هاي. هل يصح ذلك أو لا؟ أخواني الكرام، الوصية، الإنسان لما يوصي لابد أن يتفقه في كيفية الوصية. أنا مو من شأني أو مو من صلاحيتي أن أجي أقول يا جماعة أنا هالشكل أوصي كذا وكذا وكذا وكذا، بغض النظر عن الضوابط الشرعية للوصية. فلابد أن أتفقه، أروح أسأل مسائل الوصية، شنو حدود الوصية وشنو أحكام الوصية وشنو شروط الوصية، هاي لابد أن أتعلمها وبعدين أكتب الوصية. أما الأخ يجي يوصي أنه والله أنطي لخواتك كذا وأنطي لأخوتك كذا والبقية لك. الوصية إخواني لا يحق، اسمعوا جيدا، لا يحق لإنسان أن يوصي بأمواله وممتلكاته بأكثر من الثلث، ما يحق له. لا يحق لأحد أن يوصي بأمواله وممتلكاته وكل أموره بأكثر من الثلث، فإلحق بمقدار الثلث إلا إذا أجاز الورثة. يعني إذا الورثة قالوا أنت وصي كل اللي توصي إحنا كلنا قبله، يعني أجاز الورثة وقبل الورثة أن يوصي أكثر من الثلث، فلا تجوز الوصية أكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. إذا الورثة أجازوا تصح، وإذا ما أجازوا ف
فلا تصح الوصية إلا بالثلث. واضح هذا؟ فجناب الأخ إذا كانت وصيته أنه لك البقية لك، إذا كان البقية هو الثلث ما في إشكال، هذه وصية بالثلث. أما إذا كان أكثر من الثلث فلا بد من إجازة الورث الآخرين، أنه أختي أخواتي أبويا وصالي بهذا البيت، قال هذا البيت إلك بس المحلات قسمها لأخوتك وأخواتك، تقبلون لولا، لأن البيت أكثر من الثلث. إذا قبلوا نعم، إذا ما قبلوا فالوصية تكون فقط بمقدار الثلث والبقية توزع على الورثة. نعم، متصل آخر. نعم فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا أنا أدي سؤال على الطلاق، على شهادة الطلاق، الطلاق شهادة العفو الشهود وعدالتهم. طلاق طلاق لو الصلاة العفو الطلاق الطلاق طلاق إيه شنو؟ أي أنا قبل سنة أكثر من سنة طلقت طلاق خلعي. بلي. وكان كل الشروط متحققة بس أنا ما كنت أعرف بموضوع عدالة الشهود، شنو معنى العدالة وشي ما كنت أعرف. بلي. ورا فترة بعدين عرفت بهاي الموضوع أنه لازم يكون متدين. هو الحضور اللي كانوا بمجلس طلاقي يم شيخ خمسة، اثنين منهم كانوا متدينين ويصلون وملتزمين، أحد الأشخاص كان من طرف لهذا الشاهد اللي هو متدين ويصلي ويصوم ملتزم، بس كان ما يخمس، ما يدري الخمس واجب، وإضافة إلى أنه هو بذنته ديون يعني كانت. فهل شهادته صحيحة؟ طلاق صحيح؟ أحسنتم، جزاكم الله خير، أشكركم على اتصالكم. بس أحب أسمع من المكالمة لأنني أسمع منها مو من أشتري. يعني لا أنا جاوبك أنت على التليفون يعني؟ أي نعم رحم الله. شوفي بابا، مسألة الطلاق إذا حصل الطلاق بوجود الشهود في وقته وكان على أساس أنهم شهود عادلين وعدول وماكو أي خدشة في عدالتهم فالطلاق صحيح، فالطلاق صحيح. أما نيجي بعدين ونشكك ونحاول أن نجعل شكوك، هذه الشكوك ما إلها أي أثر، يعني لا تشككوا فيما وقع من الطلاق. تقولين مو واحد ما كان يخمس لأن ما كان يدري الخمس واجب، هذا ما يأثر يعني على عدالته. الإنسان العادل الإنسان الفاسق اللي يتعمد المعصية ويصر على المعصية هذا فاسق، أما الإنسان اللي تقع من عنده مخالفات هو ما يدري عنها مخالفات هذا لا تضر بعدالته. فإن شاء الله الشهود عدالتهم مكتملة والطلاق صحيح ولا توسوسي في هذا الأمر. نعم نعم تفضلوا. السلام عليكم سيد. وعليكم. أنا أم الأربعة أطفال، توفي نعم. ابني عمره 7 سنين سيد، وبذاك اليوم لهذا اليوم أنا حسيت أنا سبب سوء وفاة ابني، لين ما كنت شاكر الله أو كنت أصيح عليهم أو كذا. تقول الأخت يعني موضوع لا من هذا القبيل سيد، مشكلة من بداية رجاء أخ أصلي. علي أخ علي من البداية رجاء، مو واضح شو السؤال ما أدري. السلام عليكم سيد. عليكم. أنا أم الأربعة أطفال، توفي ابني عمره 7 سنين سيد، وبذاك اليوم لهذا اليوم أنا حسيت أنا سبب سوء وفاة ابني، لين ما كنت شاكر الله أو كنت أصيح عليهم أو كذا، نوع من هذا القبيل سيدي. مشكلة هسة أصلي بس بحس صوتي ما مقبولة، يعني ما أعرف شو السبب، يعني كل ما أصلي أحس يعني هذا أنا صليت رب العالمين ما قبل من عند صلاتي، أو إذا صارت موضوع غيبة قدامي وما قدرت مثلا أن أقول أنها غيبة، يعني أحس المضيق بصدري، أو إذا صار مثلا صارت سمع مسامع أغنية ميم إذاني حسن ذنبي يعني وراي ذنبي كبير وحسن ذنبي ما لحين غفر. واضح. الأخ فاضل تفضل. ألو نعم تفضل يا أخ فاضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شونك؟ يعطيك العافية. شيخنا العزيز جيراننا. نعم؟ جيراننا. جيران. عنده ولد واحد. هذا الأبو هو وبناته يشتغلون وهذا الابن
ما يشتغل. بلي. نعم أنا من شدة غيرتي عليه ومن هذه يصير يعني أحس يعني أقول له على ابنه، أقول لابنك هذا ما يجوز علمه أو صحيح، يعني هل يصير يجوز من عندي أنا علمه أو أقول له هيك وهيك ويصير أحراج من عندي؟ فسؤالك أنه يجوز لي أن أتكلم عن ولده أو شنو سؤالك بشكل واضح هو هذا؟ يعني أقول له ابنك هذا علمه الصحيح أشوفه يجوز من عندي، يعني هل يصير أنا أدخل له؟ ما يصير. جيد، مشكور يا فاضل، حياك الله. إخواني، الأخت الكريمة قالت عندي أطفال 4 وتتعامل مع أولاده بشكل غير صحيح، تقول أنا على حال أصيح عليهم وكذا، بعدين تقول أنا أصلي بس عندي إحساس أن صلاتي غير مقبولة، أقعد مع الناس يغتابون، أحس أنه أنا مقصرة لأن ما أقدر أرد غيبتهم، أو أنه إذا مكان أغنية وأنا أسمعها عندها إحساس دائما هي مقصرة، هي مذنبة، هي ما على حال ما ملتزمة، والله سبحانه وتعالى ما يرضى عليها، هذا إحساس عندها. جوابي عليها، جوابي عليها الأخوت وعلى مثيلاتها، أختي الكريمة شوفي، علينا أن نقوم بما، اسمعي جيدا، علينا أن نقوم بما يمكن لنا القيام به. يعني شنو؟ الله ما كلفنا أكثر من طاقتنا. أنا علي أن أصلي وشروط الصلاة أهيئها، هسه الله يقبلها وما يقبلها هذا يم الله، وأنا لا أبقى ها الله قبلها لو ما قبلها ليش ما قبلها وأبقى كذا. لا، أنت عليك أن تصلي بالأحكام الصحيحة والشروط الصحيحة للصلاة، وضوءك يكون صحيح، قراءتك، حجابك، والله يقبلها هو يم. أما تبقين أنت تقلقين أنه ها رب العالمين قبل لو لا وشلون وأنا شلون راح أتعذب كذا، هذا ليس صحيحا، هذه وسوسة ويسبب لك كآبة، يسبب لك مشكلة بحياتك، والآن أنت واقع في حالة عدم الراحة، عدم الهدوء، عدم الإحساس بالأمن، هذا مو صحيح. تقول غيبة، صارت الغيبة، لو تقومين من مجلس، قومي من مجلس روحي، لو أنه شنو ما تقدرين تردين غيبة استغفر الله وخلاص. أكثر من هذا لا تأذين نفسك يا بنتي، لأنه الدخول في هذا العالم، عالم التقصير وعالم عدم القبول، عدم أني مرفوض ومغضوب من قبل الله، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. سيد كاظم تفضل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك سيدنا. بارك الله بكم. سيدنا أبو حبيك بموضوع. السلام. صوتك شوي علي يا كاظم. صوتك لك سيدنا عنده موضوع أبو حبيب. شنو؟ عندي موضوع وياك أبو حبيب. يكلمني بس بصوت عالي، شنو الموضوع تفضل؟ ماشي سيد أبو حبيب، ثاني من فترة كل سويلة أحب لي وحدة بني، وهاي الوحدة اعترفت لها يعني مرة من المرة قلت لها يعني تحبيش وأريديش، فهي تقبلت الموضوع، وراء أيام يعني قليلة صارت مشكلة وقالت لي لا تقول هذا الكلام وما أقبل، عفت عن الصراع عفتها. بعد أيام شنو صار؟ بعد أيام صارت مشكلة بيناتنا وعفتها. بني. إيه وعفتها، وتقريبا قبل 4 أشهر واحد تقدمت لها أريد أخطبها، وهي رفضت رفض قاطع يعني، وأهلها قنعوها وحاجوها، هي رفضت كلش لسبب إنه تقول لي شو اسمه أنت راح خلينا أبطل من المدرسة، هي طبعا تدرس، هي تقول لي ترى خليني أبطل من المدرسة وأنا أعرف طبعاً وأنا هي شو، أنا قلت لها لا والله ما عندها سؤالي، قال سيد شنو هذا الحل يعني أرجع أقدم لها بعيد، وأنا قلت لها عدة مرات قلت لها ما أبطلش من المدرسة أخليش تداومين. واضح، حياك الله يا سيد كاظم، حياك الله. يوسف تفضل يا يوسف. يوسف تفضل. نعم سيد، السلام عليكم. حياكم الله، صوتك شوي علي، يعني ما ادري اليوم صوتي اخ علي تعبان، يعني ما جاء اسمع صوتك جيد. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا انا رحت الكربلاء من ديالاني. يعني جاعاني والله من الصوت، جاعاني. اخ علي جاعاني من الصوت، ما جاء اسمع.
لو خلي السماعة علي خلي أسمعها لو أنه تفضل. تفضل سيدنا أنا من ديالة. أي جيد إيه تفضل. رحت أزور الكربلة. رحت أزور الكربلة وكنا نشتغل بحسينية. من اشتغلنا بحسينية تعرض صلاة الظهر. صلاة الظهر أنا نويتها تمام. نويتها تمام وهي قصر. بس ما أدري يعني شيء تاهي. بس الركعة الثانية عاد تذكرت أنه قصر وصليتها قصر. في نحكم سيدنا. شكرا يا يوسف حياك الله. والآن حتحسن الصوت الحمد لله. زين الأخ فاضل يقول أنه جيراننا عنده ولد واحد. نعم متصل. تفضل يا زهراء. تفضل يا زهراء. انقطعت الصلاة. الأخ يقول جيراني عنده ولد واحد وعنده بنات وهو على حال الأب يشتغل والولد ما يشتغل. يقول أنا اسمعوا جيدا يقول أنا شوية حسب تعبيرنا حريص زايد على جيراني. فقلت له حجي ما يصير ابنك تقاعد شغله علمه كذا نصحته. يقول أشوف الأبو يتأذى من أنصحه وأنا أريد مصلحته. هذا ابنه يبقى هالشكل عاطل باطل مو صحيح يعني لازم يشتغل. يقول أنا نصيحتي للأب هل في محلها وأشوف الأب يتأذى يعني يمتعض يتأذى من عندي. الجواب يا أخي الكريم أولين اسمعوا جيدا. أولين احنا مو واجب علينا أنه ننصح الآخرين حتى لو كان الآخرين ما يسمعوا كلام. النصيحة والأمر بالمعروف واجبين وجيدين عندما يكونا مؤثرين. إذا أثر في الطرف المقابل إذا أشوف الطرف المقابل ما يريد الطرف المقابل ما يتفاعل ماكو داعي أنا أزج نفسي وأورط نفسي وأدخل في شيء اللي في النهاية راح على حال الطرف الآخر يتأذى وأنا أضر نفسي. فأنت مرة قلتها مرتين خلص بعد ما عليك لا تكليف شرعي ولا هم يحزنون واترك القضية. هو الرجال يعرف تكليفه. بس عموما حرصك جيد ولكن لا تدخل مداخل اللي بعدين لا سمح الله يسمعوك شيء ما تحبه. مداخل يدخلها الإنسان بعدين لا يلومن إلا نفسه باعتبار أنه يسمع حكايات أو تعاملات يتأذى يقول أنا أريد خيرهم. هم على حال ناس هواي هالشكل. أنبياءنا كلهم يدعون إلى الخير بس الناس يسمعون لا بس عليهم أن يقولوا شيء وفي أمان لا. فلا تصر على شغلة اللي ما بيها النتيجة. نعم عظيم تفضل يا عظيم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك مولاي؟ حياكم الله بارك الله بك. مولاي عندي استفسار. نعم. الاستفسار هو أبدأ أجيب غرفة مال الإقشار مال الزواج. بلي. بأواني ما عندي يعني إن شاء الله إذا الله مسهل الزواج فرحة الزهرة. لكن أكو جماعة يقولوا لي لا ما يصير وحرام وشي أكو هيك شيء. يعني تشتريها هالأيام ويقولوا لك ما يصير. ايه. واضح يا عظيم واضح حياك الله. نعم. حياك الله واضح. نعم أم ياسر تفضلي. أم ياسر سيدنا. نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أبلي زحمة أنا يوميا الصبح أقرأ زيارة عاشوراء. بني قالوا لي لي قضاء الحاجة يعني عندي حاجة مستعصية. فأنا من بديت أقرأها عن أرواح والدي أعمامي أجدادي كلهم حتى زوجي وأهل زوجي كلهم يعني أنويها ما كنت نيابة عنهم. بعدين سمعت فيديو قالوا نيابة عن الإمام المهدي يعني قدمت الإمام المهدي على عائلتنا وأقرأها. من أوصل للعن أقرأ باللعن اللهم العن كل من قتل الإمام الحسين يعني هاي ما كل هذه اللعن أقرأها 100 مرة.
والسلام أسلم من السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بس هذه هاي يومية يعني صار تقريبا أني من 8-5 لحد الآن أني ملتزمة بيها. سؤالك يعني هاي واصلة مقبولة هيجي جيد أشكرك يا أم ياسر أشكرك. سؤال لا قبل يا زحمة، دعاء الأهل هم أقرأ، هو يقول 40 يوم، أنا مستمرة عليها صار تقريبا 3 أشهر، 40 يوم كملت، أبقى مستمرة لو يعني كملت 40 يوم. واضح، حياك الله واضح. شكرا. أجاوب لو عندك اتصال آخر يا علي. يلا اعطيني، انغلق الحمد لله. يلا خلي إذن خليني أجاوب، لا تقاطعني. سيد كاظم يقول أنا أحب فتاة وصرحت لها بحبي إلها، ولكن بعد أيام صارت مشكلة بيني وبينها تركتها، ولكن قبل 4 أشهر خطبتها بس هي رفضت، وتقول أنه أنت عندك علاقات وكذا، وأنا قسمت لها أنه ما عندي علاقات. يقول شنو اللي أسوي؟ شوف حبيبي سيد كاظم، أنت تورطون نفسكم بعلاقات، تورطون نفسكم بتعلقات، قلبك يتعلق بوحدة وبعدين تعاني وتجي تقول أنه شو أسوي وهي ما تقبل أو أبوها ما يقبل أو أهلها ما يقبلون. سبحان الله، الإسلام العزيز يقول لا تورط نفسك في شيء اللي تبعدين تتأذى من خلاله. فأنت الآن مرتبط بها وهي ما عندها ثقة بيك أو أهلها ما يقبلون أو ما إلى ذلك، شنو اللي يسوي؟ اللي يسوي أنه حاول أن تكون عاقل ومتأني وحكيم في تصرفاتك. يعني لا تأخذك العاطفة أخي، صدق هاي البنية خوش بنية، صدق هاي محجبة، صدق هاي إنسانة عفيفة، صدق عائلتها خوش ناس. هذه لابد أن توصل إلها بالحقيقة، مو لأنك تحبها، مو لأنك أنت متعلق بيها. العاطفة جيدة بس العقل أجود. التمايلات والميل الشهوي موجود، ولكن أفضل من ذلك أنه أن هذه المرأة جديرة أن تكون زوجتي وأولاد بناء أولئك بل أم لأولادي. هذا لابد إنسان أنه يكون يتأنى. فإذا تقول لا سيدة من جميع الجهات ممتازة، من جميع الجهات هي محجبة عفيفة لطيفة كذا مثلا، حاول مرة 2-3-10-15، عسى الله سبحانه وتعالى أن يسهل. ولكن عموما أدعو إلى العقل والحكمة والتروي، العقل والحكمة والتروي، هذه شروط الإنسان أن يدخل مشروع الزواج. لا يستعجل، لا تأخذ الميولات، لا تأخذ العاطفة، لا تأخذ على أي حال الشهوات الجنسية، حاول أن تكون عاقلا. يوسف من ديالة يقول أنا زرت كربلاء وبعدين اشتغلت بحسينية، صار وقت الصلاة وأنا مسافر، يعني جاي أنا من ديالة، وقت الصلاة نويت أصلي تمام، بس أثناء الصلاة ركعة الثانية تذكرت أنه أنا مسافر لازم أصلي قصر، ونويتها قصر وأنا بالصلاة، نويتها قصر وأنا بالصلاة وكملتها ركعتين، يصح لو لا؟ الجواب نعم. الإنسان المسافر إذا نوى يصلي تمام ونيته كانت غلط ولكن صلى وصل إلى الركعة الثانية وتذكر، يقدر أن يصلي قصر وصلاة صحيحة. صلاة يعني ما نواه تماما هو شنو؟ نية التمام هي غلط، هي نية القصر صحيحة، وما نواه قصرا وكمل الصلاة صحيح. صلاتك صحيحة ما في إشكال أخي الكريم. أبو مصطفى تفضل. السلام عليكم. نعم سيدنا، شلونك؟ حياك الله سيدنا. أنا لقيت مبلغ من المال بني وصار لي فترة أسأل عليه، يعني تقريبا صار لي 4 أشهر بني وما حصلت يعني أي واحد يوصل إليه. هذا المبلغ جوزدان محفظة شنو؟ لا هاتش جاي مشي بالدراجة ولقيت كذا فلوس قدامي بالشارع، يعني متناثرة، فلوس متناثرة هالشكل؟ لا مو متناثرة، يعني مسيبات بتيب وتتشنقل وهيك بالقاع. يعني حبيبي بي علامة الفلوس اللي أخذها؟ لا علامة، لا ورقة، لا اسم، لا رقم. وش قيد المبلغ يا أبو مصطفى؟ المبلغ 775,000 دينار. نعم واضح.
مشكور يا أبو مصطفى، مشكور مشكور عظيم. يريد يشتري غرفة الزواج إخواني هالأيام، عظيم يريد يشتري غرفة الزواج هالأيام، قايلي لي ما يجوز. لا يجوز، ما في إشكال. طبيعي لما تروح تشتري غرفة الزواج مو تهلهلون وتصفقون وكذا وشكليات، هذا أيام حزن، أيام وفاة الإمام واستشهاد الإمام الحسين، ما بيها مظاهر فرح. روح اشتري الغرفة ودي ينصبوها بالغرفة إن شاء الله تعالى وتتزوج بعد سفر. لا إشكال في شرائك شيء يرتبط بالزواج أو انتقال إلى بيت أو شراء دار أو شراء سيارة، أي شيء، أي مشكلة ما أكو في محرم وصفر. مظاهر الفرح لا تكون لأنه خلاف مواساة أهل البيت، هاي بس. واضح حبيبي؟ أم ياسر تقول أنا أزور عاشوراء عن المؤمنين وعن الإمام، كله جيد لا بأس به وممتاز. بعد كل اللي قلتيه جيد، إن شاء الله مقبولة، والله يتقبل منك وزيادتك. تقول أنا ألعن مو هالشكل، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن أصابة التي جاهد الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. تقول كلها ما أقولها، كلها ما أقولها، قسم من عدها ماكو شكل. أولا والسلام عليك أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يقول كلها ما أقولها، بس السلام لك ما في إشكال، لا إشكال في ذلك. كل تقولي أو قسم من عنده إن شاء الله مقبولة وما في إشكال. يقول دعاء العهد قرأت أكثر من 40 يوم، 40 يوم هذا جيد، والأجود الاستمرار عليه، والأجود الاستمرار طول عمر الإنسان يقرأ دعاء العهد، هذا أمر طيب. أبو مصطفى عثر على فلوس يقول 700 وكسور ألف دينار هيكي عليه حال بلاستيك ومذبوب الشارع، يقول شنو اللي أسوي؟ في الواقع أخي الكريم، يعني إذا كنت في وقتها يعني تكتب بالإعلانات كذا أنه من فقد مالا فليتصل على الرقم الفلاني، أيام الأولى اللي واحد ضيع يجي يبحث خطية وكذا ويشوف عن إعلان ويخابرك. بس الآن قضى الوقت، الآن الوقت انقضى، وهذه اللقطة يعني هاي الأموال اللي حصلت عليها ما بيها علامة، يعني لا بيها محفظة، لا بيها كيس، لا بيها جنطة هيتش. فما دام ما عليها علامة فأنت تصدق بها على الفقراء. شنو صار؟ تصدق بها على الفقراء، أختك فقيرة شوية طيب، أخوك مدري إيش، واحد مريض، فقراء متدينين تقدر تتصدق بها عن أصحابها. صار واضح حبيبي؟ جل. عدي شي بعد يا علي بصمة، تفضل يا أخي. السلام عليكم سيدنا العزيز، الله يحفظكم. ما معنى الآية رب المشرقين ورب المغربين؟ سؤال تفسيري حلو. شوفوا أخواني، العلم الحديث الآن أثبت على أن، اسمعوا جيدا، أثبت العلم الحديث على أن الكرة الأرضية، الكرة الأرضية نقاط شروق الشمس وغروب الشمس يختلف أو تختلف النقاط بحسب الفصول. في الفصل الكذائي الشمس منانة تشرق، في الفصل الآخر الشمس تشرق منانة. هذا تشوفون أنتوا الشمس عمودية أيام الصيف والشمس غير عمودية أيام الشتاء. اختلاف في نقاط الشروق والغروب هذا يجعل أنه ليس المغرب واحد وليس المشرق واحد، هذا هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، إحنا من جهة الكرة الأرضية إحنا من هالجهة الآن بالليل، موشي الآن عندنا بالليل، بس الآن باستراليا الظهر أو بالصين الظهر، فغروب أهل الصين غير غروبنا، غروبنا قبل ساعة ونص ساعتين، بس أهل الصين بعد 3-4 ساعات، فغروبهم غير غروبنا.
فأهل الكرة الأرضية، نحن العالم، العالم اللي نعيش بهالدنيا هذه، غروبنا غير غروبهم وشروقنا غير شروقهم، فشروقنا وشروقهم يصير مشرقين، وغروبنا وغروبهم يصير مغربين. فرب المغربين ورب المشرقين أنه ناظر علما، ناظر للي يعيشون بالكرة الأرضية باختلاف المناطق، اللي مغربهم غير مغربنا ومشرقهم غير مشرقنا. صار واضح إن شاء الله؟ جيد. نعم تفضلوا. ما حكم الزوجة تنطم بدون علم زوجها بس هو قال لها حالي لها موهبة مرية دمة وهذا بيتك أنطم منه؟ الأخت تسأل على أنه أنا أعطي صدقات وأعطي مساعدات من البيت وزوجي قال محلة له موهوبة، فإذا قال هالشكل لا أشكال في ذاته. يعني أنا الجيران يجون يابا عديش مثلا شوية بصل، عديش شوية طماطم، عديش شوية كذا شكر دهن أنطي، ما دام الزوج يأذن بذلك لا أشكال فيه، ما دام الزوج يأذن بذلك ما في أشكال. أما إذا الزوج ما يرضى ما يجوز. يعني قطعة بصل تنطين بدون إذن الزوج لا يجوز، لا بد بإذن الزوج. فما دام الزوج قد أذن بذلك لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. يظهر وقت انتهى بلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستنان بسنة أهل البيت وإحياء شعائر أئمة أهل البيت، الإمام زين العابدين والإمام الحسين وأئمة والأئمة الإسلام، شعائرهم ومناسباتهم، ونتعرف على سيرتهم. اللهم ارزقنا معرفتهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. دائما ندعو هذا الدعاء، الله لا يفرقنا عن علي وأهله وأهل بيت علي صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم عافي جرحانا، اللهم احفظ بلدنا، بلدنا الآن في أوضاع غير مريحة. اللهم اهدي الجميع وألف القلوب ووحد الصفوف، صفوف شيعة علي. الآن الأعداء بدأوا يتربصون بنا، الأعداء بدأوا الآن يشمتون بنا، إحنا أصحاب القلب الواحد، أصحاب المذهب الواحد، أصحاب البندقية الواحدة أمام الكفر والتكفيريين بمرجعيتنا. الآن بدينا إحنا للأسف نشرق ونغرب ويضعف صفوفنا. اللهم وحد قلوبنا، اللهم احفظ بلدنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. لا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.